لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اليوم بإذن الله نأخذ chapter of the scope. أول process في the scope هي plan scope management في the planning, collect the requirements في the planning, define the scope في the planning, create the work breakdown structure في the planning, validate the scope في the monitor and controlling وcontrol the scope في the monitor and controlling. أول تعريف بنبدأ به الباب هو تعريف السكوب. The project scope management includes the processes required to ensure that the project includes all the work required and only the work required to complete the project successfully. التعريف بيوضح لنا إنه في chapter of the scope أو ما يسمى نطاق المشروع أو مجال المشروع بنعرف what is in what is out, شنو الأشياء اللي حنشتغلها وشنو الأشياء الخارج السكوب of work حقنا. بنبدأ بتعريف البرودكت سكوب والفرق بينه وبين البرودكت سكوب والبروجكت سكوب. فالبرودكت سكوب هي عبارة عن الفيتشرز والفانكشنز بتاعت البرودكت بتاعت المشروع. بنقيس الكمبليشن بتاع البرودكت سكوب against the requirements اللي وضعناه في أول المشروع. أما بالنسبة للبروجكت سكوب فهو الشغل اللي يفترض نشتغله to create البرودكت بتاع المشروع بتاعنا. الكمبليشن بتاع البروجكت is measured against the plan أو البروجكت management plan. بالنسبة لنا البروجكت requirements لازم to be captured من وين؟ من الكاستمر. ولذلك الكاستمر requirement have to be elicited, analyzed and recorded. الشكل اللي بنجمع به requirements هو عبارة عن categories. بنفصل في الكاتيجوري اللي هو project requirements والproduct requirement, technical requirement والsecurity requirement والdelivery requirement والbusiness requirement والproject management requirement والperformance requirement. دي ما للحصر لأنه عندنا الmarket requirement وعندنا legal requirement وعندنا environmental requirement. دي تعتبر categories بنجمع بها requirements بتاعتنا. أول process عندنا هي plan scope management. تعريف ليها هي the process of creating a scope management plan. معناها البروسيس اللي اسمها plan scope management بتطلع scope management plan, بس بنشقلب الثلاثة كلمات من البروسيس إلى الأوتبوت بتاعه. That document how the product or how the project scope and product scope will be defined, validated and controlled. تعريف مختصر للتعريف ده بصورة مبسطة. البروجكت سكوب مانجمنت بلان اللي هي بتطلع اوتبوت من البروسيس دي هي عبارة عن, هنعرفها بثلاثة تعريفات مختصرة. التعريف الأول how we will gonna execute باب السكوب, ده التعريف الأول. التعريف الثاني هي عبارة عن السياسات والإجراءات والعمليات والنماذج اللي هنستخدمها في باب السكوب. لو عايزين ناخد مثال بالمشاريع الهندسية, السكوب مانجمنت بلان كيف هنعرف المشروع الهندسي؟ هنعرف المشروع الهندسي بالرسومات التفصيلية وبجداول الكميات وبالمواصفات. ولذلك بلان سكوب مانجمنت تتصدر الباب بتاع السكوب عشان تحكم, تعمل لنا كفريم ورك للباب. الانبوت بتاعتنا التشارتر والبروجكت مانجمنت بلان والايف والاوبا, التوز اند تكنيكس الاكسبرت جادجمنت والداتا اناليسيس والميتنج, الاوتبوت تو بلانز البروجكت سكوب مانجمنت بلان والريكويرمنت مانجمنت بلان. بوث هيمشوا وين؟ هيمشوا للبروجكت مانجمنت بلان اللي هي اول بروسيس في الانتجريشن في البلاننج. ما هي الأشياء التي نركز عليها داخل البروجكت مانجمنت بلان؟ الكواليتي مانجمنت بلان والبروجكت لايف سايكل ديسكريبشن والديفلوبمنت ابروتش. أما بالنسبة للداتا اناليسيس التول اند تكنيك, عندنا الالتيرناتيف اناليسيس وعندنا الاوتبوت. الفرق ما بين السكوب مانجمنت بلان والريكويرمنت مانجمنت بلان, نقول السكوب مانجمنت بلان يعنى بالسكوب, كيف السكوب حيتعرف وكيف حيتجمع وكيف حيحصل له فاليديشن وكيف حيحصل له كنترول. أما requirement management plan فتعنى بالrequirement, كيف هنجمع الrequirement وكيف هنفصلها وكيف هنعمل لها categorization. البروسيس الثانية اليوم هي collect requirements. واحدة من البروسيس المهمة جدا عندنا في إدارة المشاريع, وcollect requirement هي جمع المتطلبات البناء عليه حيتم تصميم المشروع, بيتم عليها تحديد السكوب وفرحك المشروع. هي البروسيس of determining, documenting and managing stakeholder needs and requirement to meet the objective. mainly هنا بنتكلم عن الستيكهولدرز لأنه أهم واحد من الستيكهولدرز عندنا الكاستمر, ولكن حيجون ستيكهولدرز تانين يعنوا بموضوع الريكويرمنتس. موضوع الريكويرمنتس موضوع بروسيس في بداية المشروع, نحن بنعتبره ثالث بروسيس في البلانينج وخامس بروسيس من بداية إدارتنا للمشروع من الانيشيشن, ولكن تؤثر على البروسيس رقم 48 و49 اللي هي 48 عندنا validate the scope و 49 هي close the project. collect the requirements هي جمع المتطلبات البناء عليه حيتم استلام المشروع في آخره.
الشارتر بيدخل عندنا كانبوت، البروجكت مانجمنت بلان، البروجكت دوكيومنت، البيزنس دوكيومنت، الاجريمنت والايفا والاوبا، مجموعه من التولز والتكنيكس، خلاصه التولز والتكنيكس، كولكت ريكويرمنتس، طرق ابداعيه لجمع المعلومات بنستخدمها عشان نجمع اكبر قدر ممكن من الريكويرمنتس، الاكسبرت جادجمنت، الداتا جاذرينج، الداتا اناليسيس، الديسيجن ميكينج، الداتا ريبرزنتيشن، الانتربيرسونال اند تيم سكيلز، الكونتكست دايجرام والبروتوتايبس. اما الاوتبوت بتاعنا فهو الريكويرمنت دوكيومنتيشن او ما يسمى الريكويرمنت ليست والريكويرمنت ريسيبيليتي ماتريكس، وهي مصفوفه متابعه الريكويرمنتس. الانبوتس بتاعتنا عندنا البروجكت مانجمنت بلان بيهمنا فيها السكوب مانجمنت بلان. نلاحظ الان قاعده اساسيه، السكوب مانجمنت بلان طالما تصدرت الباب بتاع السكوب معناها حتدخل في كل البروسيس اللي حتيجي بعد ذاك، بالذات البروسيس اللي علاقه بالبلاننج. اما في الاكسكيوتنج والمونيتور اند كنترول فحتدخل عندنا البلان الكبيره. الريكويرمنت مانجمنت بلان والستيك هولدر انجيجمنت بلان، الاسامبشن لوج في الدوكيومنت والليسون لير ريجستر والستيك هولدر ريجستر. بالنسبه لنا البيزنس دوكيومنت اهم حاجه عندنا فيها البيزنس كيس داخلك انبوت. الداتا جاذرينج، التولز والتكنيكس اللي علاقه بالداتا جاذرينج، البرين ستورمينج او ما يسمى العصف الذهني، واحد من التكنيكس المفيده جدا لانه بنجمع فيها مجموعه رهيبه من الاراء من الناس من ديفرنت برسبكتيف ديفرنت ليفلز. الانترفيوز المقابلات، الفوكس جروب، الفوكس جروب نحن بتعتبر عندنا هي لجان او لجنه لجمع المتطلبات، واللجنه بتكون مكونه من مجموعه من الافراد، ممثل الماليه، ممثل اداره المشاريع، ممثل السبلاي تشين، ممثل الليجل، ممثل الفاينانس وهكذا. الكوشنير وان سيرفي اللي هي عباره عن الاستبيانات والمسوحات، والبنش ماركينج، البنش ماركينج معناها نقاط مرجعيه او ريفرنس بوينت. التول اند تكنيك الثاني اللي هو الداتا اناليز، عندنا فيه الدوكيومنت اناليز، تحليل كل الدوكيومنتس الموجوده في البروجكت. اما الديسيجن ميكينج في عندنا الفوتينج، الفوتينج فيه ثلاثه انواع من انواع الفوتينج اللي هو الاجماع او ما يسمى اليونانيميتي، والغالبيه اللي هو الميجوريتي، واعلى سكور هو البلوراليتي. المالتي كرايتيريا ديسيجن اناليسيس واحد من التكنيكس اللي بنستخدمه في الديسيجن ميكينج. اما الافينيتي دايجرام والمايند مابينج فهم داتا ريبرزنتيشن. بالنسبه للانتربيرسونال اند تيم سكيلز عندنا النومينال جروب تكنيك والأوبزرفيشن والكونفرستيشن والفاسيليتيشن. النومينال جروب تكنيك واحد من التكنيكس اللي بيستخدم الفوتينج، وواحدة من الأشياء المهمة فيه إنه بيكون فيه عدم معرفة في ما يختص بالتصويت، يعني منو صوت شنو. عادة البرين ستورمينج يكون فيه الفيس تو فيس كوميونيكيشن، أحيانا يمنع التعبير الداخلي، ولذلك بنعمل شنو؟ بنعمل النومينال جروب تكنيك وهو نوع من أنواع الكويشنير. بيكون في شخص فاسيليتيتر للوركشوب عشان ياخذ يجمع الايديز وبعدين يبدا يحصل تصويت من 1 إلى 5، دائما السكور بتاعنا على اساس انه يختاروا افضل ايديز. بالنسبه للريكويرمنت دوكيومنتيشن او الريكويرمنت ليست فيها البيزنس نيد، الفانكشنال ريكويرمنت والنون فانكشنال ريكويرمنت، الكواليتي ريكويرمنت والاكسبتنس كرايتيريا، سبورت اند تريننج ريكويرمنت، والريكويرمنت اسامبشن افتراضات اند كونسترين محددات. البروسيس الثالثة عندنا اليوم هي ديفاين السكوب. ديفاين السكوب بمثابة تصميم المشروع. لو حاولنا نقارن ما بينه وما بين المشاريع اللي فيها تصميم زي المشاريع الهندسية، نقول ديفاين السكوب هي عبارة عن مرحلة التصميم. هي البروسيس اوف ديفلوبينج ا ديتيل ديسكريبشن للبروجكت وللبرودكت. البروسيس دي بناخد من ورا نمشي لقدام، بناخد الشارتر والبلان والدوكيومنت والايفا والاوبا. Tools and techniques, the expert judgment, the data analysis, decision making, the interpersonal and team skills, the product analysis, تحليل البرودكت. ما هو الاوتبوت عندنا؟ البروجكت سكوب ستيتمنت. ما هو البروجكت سكوب ستيتمنت؟ هو عباره عن دوكيومنت يشرح what is in what is out. البروجكت سكوب ستيتمنت يحتوي specifically في المشاريع الهندسيه على detailed drawings وعلى specification وعلى BOQ. جداول الكميات والمواصفات والرسومات التفصيليه، وعندنا ابديت للبروجكت دوكيومنت اذا في ابديت. البروجكت مانجمنت بلان عندنا السكوب مانجمنت بلان والاسامبشن لوج، الاسامبشن لوج اللي هو سجل الافتراضات، والريكويرمنت دوكيومنتيشن طلعت من البروسيس اللي قبلها اللي هي كولكت ريكويرمنت، والريسك ريجستر. عندنا الالتيرناتيف اناليز واحده من التولز والتكنيكس اللي بنستخدمها في ديفاين السكوب. اي شخص يصمم معناها بيستخدم الالتيرناتيف. الالتيرناتيف يعني البدائل، يعني إذا أنا عايز أصمم مشروع معين لازم يكون عندي معرفة بالبدائل، كيف إنه أنا استخدم البديل بتاع المادة بتاع الالترناتيف البديل في الديزاين نفسه.
المالتي كريتيريا ديشن اناليسيس بناخد مالتيبل فيو اوف بوينت مالتيبل كريتيريا عشان تو سيلكت ذا بيست كومبينيشن. الانتربيرسونال اند تيم سكيلز تعتبر الفاسيليتيشن. اما الاوتبوت فهو البروجكت ستيتمنت ديفاين وات ورك ويل بي بيرفورم اند وات ورك ويل بي اكسكلودد. بيحتوي على البروجكت سكوب ديسكريبشن، بيحتوي على البروجكت ديليفرابلز كامل الديليفرابلز بتطلع، والبروجكت اكسبتنس كريتيريا والاكسكلوجن. اما الاوتبوت في الدوكيومنت فعندنا الاسامشن لوج، الريكويرمنت دوكيومنتيشن، والريكويرمنت ريسيبيليتي ماتريكس، والستيك هولدر ريجستر. البروسيس الرابع عندنا هي كرييت الدبليو بي اس، كرييت الورك بريك داون ستراكشر، عمليه تفتيت المشروع لعناصره الاوليه. نمثل هذه العملية بالرقم 12، تفتت العوامل الأولية معناها 2 في 2 في 3. نفس الحاجة في المشروع، أنا بديك مشروع بقول لك فتت المشروع. لو أخذناه كمثال، أنا عايز أفتت مشروع كأني عايز أفتت لي عربية. عربية تفتت كيف؟ تفتت العربية نكتبها فوق عربية، تفتت إلى مكنة والبودي والشاسيه، يفتت المكنة إلى الانجين والجير بوكس، وهكذا أفتت المشروع في شكل هرمي. أثناء التفتيت أنا برسم إلى أن أصل لأقل مستوى في الدبليو بي اس، واقل مستوى في الدبليو بي اس يسمى الوير باكيج اللي هي حزمه اعمال. هي ذا بروسيس اوف سب ديفايدنج البروجكت ديليفرابل اند بروجكت ورك انتو سمولر مور مانجبل كومبوننت. لو جه السؤال ليه نفتت المشروع، لانه عايزين نتعامل معه، عايزين نديره بصوره اسهل. كل ما تم تفتيته كل ما سهل الاداره بتاعته. هي عمليه بتاع ديليفرابل اورينتد، هايرايكال يعني هرمي، ديكومبوزيشن للبروجكت ورك. الديكومبوزيشن بنمسك الميجر ديليفرابل، نفتت الديليفرابلز ونحدد انه هل اقل مستوى عندنا في الدبليو بي اس يمكن تقدير التكلفه بتاعته. ولذلك الدبليو بي اس عمليه تفيد مدير المشروع على زياده التحكم في المشروع. تفيدنا عمليه الدبليو بي اس في الكوست استيميشن وفي الريسك مانجمنت وفي الاكتيفيتي ديفينيشن ريسورس بلاننج والكوست بادجيتنج. الانبوتس بتاعتنا هي البروجكت مانجمنت بلان والبروجكت دوكيومنت والايف والاوبا، الاكسبرت جادجمنت والديكومبوزيشن. الديكومبوزيشن معناها التفتيت. اما الاوتبوت بتاعنا فهو السكوب بيز لاين. السكوب بيز لاين معناها السكوب اوف ورك المعتمد من قبل السponsor، وابديت للدوكيومنت اذا في ابديت. ده الشكل بتاع ال WBS. هنا عندنا 5 مستويات، ممكن يمشي الى 6 مستويات، لكن كل ما زادت المستويات كل ما تعقد المسألة زيادة. ممكن يكون 3 levels إلى 6 levels، دي تقريبا البيست كيس سيناريو. بالنسبة لنا الدبليو بيز بتبدأ بالمشروع، ثم الفيز، ثم الديليفرابل، ثم الديليفرابل، ثم الوير باكيج. الوير باكيج تاخد رقم، والرقم يسمى الكود أو الايدنتيفاير، يساعدنا في موضوع الكونفيجريشن مانجمنت. الانبوت بتاعتنا البروجكت مانجمنت بلان، السكوب مانجمنت بلان اللي هو بدينا به الباب، وعندنا البروجكت سكوب ستيتمنت دوكيومنت والريكويرمنت دوكيومنتيشن يعتبر دوكيومنت. الاوتبوت السكوب بيز لاين يحتوي على 5 اشياء. يحتوي على البروجكت سكوب ستيتمنت اللي هو دخل انبوت، يحتوي على الدبليو بي اس، ويحتوي على الوير باكيجز، ويحتوي على البلاننج باكيج. ما هو البلاننج باكيج؟ البلاننج باكيج هو عباره عن مستوى اعلى من الوير باكيج، يضم 2 او 3 وير باكيجز، وليسهل او عمليه بتاعت كاتيجورايزيشن للوير باكيجز. الجزئيه الخامسه اللي بيحتوي عليها السكوب بيز لاين هو الدبليو بي اس ديكشنري. والدبليو بي اس ديكشنري فيها الكود، فيها الديسكريبشن للعمل، منو اللي هيشتغل الشغل، والاكتيفيتيز السكيدول اكتيفيتيز الموجوده، الاسوشيتد والريسورس ريكوايرد والكوست استيميشن. في اشياء هنا ما موجوده هتظهر عندنا قدام، لكن الان بنضع عليها المساحه او نخليها الفراغ. الكواليتي ريكوايرمنت والاكسبتنس كرايتيريا وتكنيكال ريفرنس. كلمه سكوب بيز لاين، الخمسه اشياء اللي ذكرناهم يجب اعتماده من قبل السبونسر عشان يسمى السكوب بيز لاين. تسميته سكوب بيز لاين بيعني انه معتمد من قبل السبونسر ولا يمكن تعديله او تغييره الا بابروف تشينج ريكويست. معناها الان نحن في مرحله التخطيط، طلعنا في من اخر بروسيس في السكوب اوف وير بسكوب بيز لاين. لا يمكن تغيير السكوب اوف وير، لا يمكن تعديله الا بابروف تشينج ريكويست. تشينج ريكويست يمشي في اتجاهه، يمشي في اتجاه البروسيس حقه الابروفال بتاعه التشينج. في بروسيس في الانتجريشن في المونيتور كنترول اسمها Perform Integrated Chain Control. هل يمكن تغيير السكوب أثناء البلانينج؟ ما في إشكالية، لكن يأخذ المسار بتاعه ويجينا Approve Change Request حتى يعمل لنا إضافة أو زيادة Extra Time في البلانينج.
ولذلك موضوع السكوب بيز لاين في المرحلة دي نحن أكيد حنيجي نعتمد البلان كاملة بعد الانتهاء من الـ 24 بروسيس حقت البلاني، لكن المرحلة الحالية نحن بنعتمد السكوب أوف وير عشان نمشي على أرض صلبة، عشان لما نمشي للسكيدول ونمشي للكوست نكون نحن بالنسبة لنا السكوب بيز لاين محسوب، لأنه السكوب حيبنى عليه التايم والكوست والكواليتي والريسك وكل الأشياء الجاية. الاوتبوت بالنسبة لنا البروجكت دوكيومنت اسامبشن لوج والريكويرمنت دوكيومنتيشن. فاليديت السكوب هي بروسيس موجودة في المونيتور اند كنترول في تشابتر السكوب. نحن لأنه بندرس المادة هوريزونتالي حناخد فاليديت السكوب. لو عايزين نساعد موضوع الفهم بالترقيم للبروسيس، فاليديت السكوب تعتبر عندنا هي بروسيس رقم 48. 48 معناها في الترتيب بتاعنا هي آخر بروسيس منها هو الكلوزنج. فما معنى انه فاليديت سكوب بروسيس رقم 48؟ معناها هي اخر بروسيس في المونيتور اند كنترولينج، فهي البروسيس اوف فورمالايزنج الاكسبتنس بتاع الكومبليتد بروجكت ديليفربل. دي البروسيس بتاعت استلامات للديليفربلز. استلام منه؟ استلام من الكاستمر. الكاستمر بيجي يستلم الديليفربل الكومبليتد. ولذلك عشان نستوعب البروسيس بتاعت فاليديت السكوب لازم نضع في الاعتبار انه احنا انتهينا من البلاننج تماما، دخلنا الاكسكيوشن الان في المونيتور اند كنترولينج، وحتى في المونيتور اند كنترولينج احنا في اخر مرحله في المونيتور اند كنترولينج وهي مرحله التسليم والتسلم للديليفربل. شنو اللي بيحصل بعد التسليم والتسلم؟ الاقفال للمشروع. الكاستمر لازم يجي يستلم الديليفربل. بتحصل البروسيس دي بنهايه الفيز او ميجر ديليفربل طلع، تو انشور الديليفربل الطالع ده هو نفسه الديليفربل المطلوب من قبل الكاستمر، ونراقب موضوع الديليفربل والريكويرمنتس بتاعته مع الريكويرمنتس الاوليه اللي احنا جمعناها في البروسيس رقم 5 لو احنا رقمنا البروسيسز. فاليديت السكوب از ديفرنت فروم الكواليتي كنترول. كنترول الكواليتي هي بروسيس تعنى بالجوده ولها علاقه بالتيم ممبر، ولكن فاليديت السكوب لها علاقه بالسكوب اوف ورك ولها علاقه بالكاستمر. ولذلك بنعتبر انه كنترول السكوب هي في الاول لانه هي انترنال بروسيس داخليه تتم من التيم. ما ممكن تطلع ديليفربل توديه للكاستمر، الكاستمر يطلع عليه دون التاكد من الجوده بتاعته داخليا بالتيم بتاعنا. البروسيس دي مونيتور اند كنترولينج، ولذلك الملامح بتاعتها مختلفه. عندنا البروجكت مانجمنت بلان كانبوت، وعندنا الدوكيومنت والفيريفايد ديليفربلز. فيريفايد ديليفربلز معناها حصل لها تشيك، حصل لها فيريفيكيشن من الكواليتي كنترول تيم او الكواليتي مانجر. ولذلك فيريفايد ديليفربل هي اوتبوت من كنترول الكواليتي. الورك بيرفورمانس داتا هي عبارة عن الاكشوال بتاعت السكوب. هنا بنلاحظ الكمباريزون والمقارنة في اي كنترولينج بروسيس ما بين الوير بيرفورمانس داتا والبروجكت مانجمنت بلان. مين للبروجكت مانجمنت بلان حنكون بنركز على البيز لاين والاشياء الريليتد مع السكوب. الانسبكشن تول اند تكنيك حقنا والديسيجن ميكينج. انسبكشن يفرق الانسبكشن من التستنج انه الانسبكشن لازم يكون فيه تمشي تعاين الديليفربل، فيه اشياء لها علاقه بسبجكتيفيتي اللي هي الملمس والطعم واللون والرائحه. دي اشياء ما بيحصل لها تيستينج، بيحصل لها انسبكشن. يعني لازم حضور الكاستمر يعاين الديليفربل بتاعه، قلنا او من ينوب عنه هو الكونسلتنت. الاوتبوت بتاعنا الاكسبتد ديليفربلز. اكسبتد ديليفربل معناها الكاستمر استلم الديليفربل وقبل الديليفربل، اما عدم استلام طلع لنا تشينج ريكويست. الورك بيرفورمانس انفورميشن، القاعده بتقول الورك بيرفورمانس انفورميشن هو عباره عن حاصل طرح الورك بيرفورمانس داتا من البلان او من البيز لاين. والاوتبوت الاخير عندنا هو ابديت للدوكيومنت اذا في ابديت للدوكيومنت. ما هي الاشياء الريليتد مع السكوب في فاليديت السكوب داخل البروجكت مانجمنت بلان؟ عندنا السكوب مانجمنت بلان، وعندنا الريكويرمنت مانجمنت بلان، والسكوب بيز لاين. دي الثلاثه اشياء اللي بتهمنا concentrated في chapter السكوب عشان تميجر الداتا منها عشان تدينا الانفو. اما الدوكيومنت عندنا الليسول للريجستر والكواليتي ريبورت والريكويرمنت دوكيومنتيشن والريكويرمنت تريسيبيليتي ماتريكس. الديسيجن ميكنج عندنا الفوتينج تكنيك. الشريحه دي توضح رحله الديليفربل، فبتبدا الرحله بتاعت الديليفربل من التشارتر. التشارتر يحول الى بروجكت مانجمنت بلان. البروجكت مانجمنت بلان تدخل في البروسيس اللي اسمها دايركت اند مانج البروجكت ورك. تدخل project management plan تطلع لنا deliverables. الdeliverables بتدخل input في control quality، بتطلع verify deliverables. الverify deliverables بتدخل validate scope. verify deliverables بتدخل تطلع accepted deliverables. الaccepted deliverables بتدخل closing. accepted deliverables بتطلع final product service or result transition. آخر process عندنا اليوم هي control scope
وكنترول سكوب هي عبارة عن قياس الاكشوال فيرسس بلان. الان بنتكلم عن الرول بتاع التيم ممبرز ومعهم البروجكت مانجر تو كنترول السكوب وذين البيز لاين المعتمد مسبقا. هي البروسيس اوف مونيتورينج الستاتس بتاع البروجكت ان البرودكت سكوب اند مانجر تشينجز تو ذا سكوب بيز لاين. هذه العملية تركز على اي تشينج ريكويست. امشي وين؟ امشي بيرفورم انتجريتد تشينج كنترول بروسيس. عندنا بروسيس واحده في الانتجريشن مسؤوله عن التعامل مع التشينج ريكويست. تعبير من تعبيرات البي ام اي هو السكوب كريب، والان كنترول تشينجز اللي هي طلبات التغيير الما معتمده الما معمول لها سيستم معين بتاع بروسيس بتاع ابروفل، تجيك راجعه بابروفل اللي هي تجيك بزياده بتاعه تايم وبزياده بتاعه كوست، تؤدي الى السكوب كريب. السكوب كريب هو انهيار في المشروع نتيجه الزحف والتسلل بتاع السكوب اوف ورك. الانبوت بتاعتنا في البروسيس هي البروجكت مانجمنت بلان والدوكيومنت والورك بيرفورمانس داتا والاوبا. وين الايف؟ سؤال الايف مشت وين؟ هذه البروسيس هي انترنال بروسيس، ولذلك نعتمد دائما على الاوبا. الايف ما عندها علاقه بالانترنال بروسيسز. الداتا اناليسيز مينلي الفيرينس اناليسيز. اما الاوتبوت حنسميهم الفور ريجولر اوتبوت. لما نتكلم عن مونيتور اند كنترولينج ونقول الفور ريجولر معناها بنقول انه المونيتور اند كنترولينج هو اكشوال فيرسس بلان، معناها الاوتبوت انفو اللي هي ورك بيرفورمانس انفورميشن، ويمكن انه يطلع لنا تشينج ريكويست، وممكن يطلع لنا ابديت للبلان وابديت للدوكيومنت اذا في ابديت. طيب تفاصيل الانبوت بتاعتنا عندنا السكوب مانجمنت بلان والريكويرمنت مانجمنت بلان والتشينج مانجمنت بلان والكونفيجريشن مانجمنت بلان والسكوب بيز لاين والبيرفورمانس ميجرمنت بيز لاين. اما الدوكيومنت فعندنا الليسول للريجستر والاثنين ريكويرمنتس الطلعات من كوليكتر ريكويرمنت، وهم الريكويرمنت دوكيومنتيشن والريكويرمنت تريسيبيليتي ماتريكس. الداتا اناليسيس عندنا الفيرينس اناليسيس والترند اناليسيس. الفيرينس اناليسيس معناها الاختلاف ما بين الاكشوال والبلان، اما الترند اناليسيس فواحد من التكنيكس اللي بيورينا هل نحن ماشيين للامام للافضل ولا نحن متراجعين. الاوتبوت بتاعتنا هم الريجولر. بالنسبه للبروجكت مانجمنت بلان بيحصل لنا فيه ابديت الاشياء دخلت كانبوت واشياء اخرى مثل السكوب مانجمنت بلان والسكوب بيز لاين. يمكن انه يحصل ابديت في السكيدول بيز لاين والكوست بيز لاين والبرفورمانس ميجرمنت بيز لاين. لسول ريجستر والريكويرمنت دوكيومنتيشن والريكويرمنت ريسيبيليتي ماتريكس هم الاوتبوت بتاعنا كابديت للدوكيومنت. ده التشابتر بتاع السكوب اوف ورك، هو اول باب عندنا بنبدا به. لو واحد سال قال لي اول باب بنبدا به المشروع وبالذات في البلاننج بنقول هو السكوب. جزاكم الله خير، موفقين باذن الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.